مرحبا بالضيوف الكرام، عند من يكرمون الضيوف ولا عايض زحول القبيلة ذي توفي مواجيبها ذي توفي مواجيبها. Yeah.
نار ويكبد انت عاني منظم
ما ومر فحشمه علينا ينخزم حند والعمرنا للعدي عما غمرنا لا قالك المه يلتزم هالشجاعة فيه من عده نما كان راسه يطبخ حزم وعزم لا استوى المدنة والموقف حما كل عمري في الملاقى يحتزم كل عمري في الملاقى يحتزم نروي كبود تعاني من الضمى ومن رفع خشمه علينا ينخزم من رفع خشمه علينا ينخزم حند والعمرنا للعودي عما غمرنا لا قالك الما يلتزم غمرنا لا قالك الما يلتزم الشجاع يا ليت بيت سعد على هاي الوبر كل ابوها قد لها الشاد ليا ابشر يا عبد الله بواقفت بلهان راقب بعينك مجرة عدو فيا مدام جدك ينعرف بابن سلطان مدام خالك عزوته ناهضية مدام خالك عزوته ناهضية حنا ليا مثار عجل ودخان ما عاد تفرق وليا عطينا ما ندور جزية وليا عطينا ما ندور جزية عمرنا يا عز وسطر عمرنا عمرنا الفخار عمرنا يا عز وسطر عمرنا عمرنا الفخار حنا بني عمر الدواهي لنا شان ما هو كلام ينكتب عنصرية يشهد لنا المطلع وذا عفو دخن ويشهد لنا التاريخ في بطن لي خذ الحقيقة مثل شوف الأعيان يوم الحقايق حكمها فيصلية لستوى المدنة والموقف حما كل عمري في الملاقى يحتزم كل عمري في الملاقى يحتزم نروي كبود تعاني من الضمى ومن رفع خشمه علينا ينخزم من رفع خشمه علينا ينخزم حند والعمرنا للعودي عما غمرنا لا قالك المه يلتزم غمرنا لا قالك المه يلتزم الشجاعة فيها من عاده نما كان راسه يطبخ حزم وعزم كان راسه يطبخ حزم وعزم يا بيت بيت اسمع دلايا الوبرهون قرب وهاك الدله الشاد ليا ابشر يا عبد الله بوقفت بلهون راقب بعينك مجرة عقرب يا مدام جدك ينعرف بابن سلطان مدام خالك عزوته ناهضية مدام خالك عزوته ناهضية حنا ليا من ثار عجل ودخان ما عاد تفرق بين عيش ومنيا اما حياة الترفع ارحبوا يا رجال ارحبوا يا رجال يلا حيهم ارحبوا يا خوالي مرحبا مليون يلا حيهم يلا حي صبيان قنيت سلام الله يحييك مرحبا الف حياكم الله الله يحييكم حسن ما شرتوا عليه مرحبا الف يا صبيان قنيت الله يبقيكم ويطول اعماركم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين جانا دعوة من رفيق غالي ولد حبيب نسيب غالي جينا يا من تشوف شاركنا من الجماعة وخوالك يا سامي وجينا مشاركين ومباركين ومهنين ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير حضرنا يا أبوك احنا يا خوالك الأشول ب6000 ريال وشاركنا سالم شاركنا عبد الله ظافر ابن فاهد ب500 ريال وشاركنا ب800 ريال خارج الستة اللي هو سالم ظافر ابن عضوان وأولاد ظافر الأشول أخوانك ب400 ريال فنهي واجد
فأنت تستاهل، وهذه ما قدمت يديك أنت وأبيك، ما بالنسبة للدراهم فألف لسالم بدل كسوة، وألف لأمك وأربعة آلاف لك وستمائة، والله يعطيك خير منها، وقدم تفضل قد حسابك. مرحبا، الله يحييكم وعظاكم فينا. مرحبا يا خوالي، أنتم موافين وعطاكم وافي، ومرحبا ألف يا تاج راسي. نسوى المدنة والموقف حما، كل عمري في الملاقى يحتجب، كل عمري في الملاقى يحتجب، نرويك بود تعاني من الظما، ومن رفع خشمه علينا ينخجم، من رفع خشمه علينا ينخجم، حندو العمرنا للعود عما، غمرنا لا قال كلمة يلتجم، الشجاعة فيها من عاد ما كان راجع يطلب حزم وعزم، كان راجع يطلب حزم وعزم، يلي تبي تسمع دلايل وبرهان قربها قدر لها الشادلية، أبشر يا عبد الله فوقفة بليهان، راقب بعينك مجرة عقربية، ما دام جدك ينعرف بابن سلطان، ما دام خالك عزوته ناهضية، ما دام خالك عزوته ناهضية، حنا ليوم ثار عجل ودخان، ما عاد تفرق بين عيش ومنية، أما حياة ترفع الرأس ويبان، ولا مع عزه ما وراها عطية، الحق وافي ناخذه دون نقصان، واليا عطينا ما ندور جزية، واليا عطينا ما ندور جزية، عمرنا يا عز وسطر، عمرنا عمرنا الفخار، عمرنا يا عز وسطر، عمرنا عمرنا الفخار، حنا بني عمر الدواهي لنا شان، ما هو كلام ينكتب عنصرية، يشهد لنا المطلع وذا عف ودخن، يشهد لنا التاريخ في بطن لي، خذ الحقيقة مثل شوف العين، يوم الحقايق حكمها فيصلي، لستوى المدنة والموقف حما، كل عمري في الملاقى يحتجب، كل عمري في الملاقى يحتجب، نرويك بود تعاني من الظما، ومن رفع خشمه علينا ينخجم، من رفع خشمه علينا ينخجم، حندو العمرنا للعود عما، غمرنا لا قال كلمة يلتجم، غمرنا لا قال كلمة يلتجم، الشجاعة فيها من عاده نما، كان راجع يطلب حزم وعزم، كان راجع يطلب حزم وعزم، يا ليت بي تسمع دلايل وبرهان، قربها قد لها الشاذلية، أبشر يا عبد الله بوقفة بليهان، راقب بعينك مجرة عقربية، ما دام جدك ينعرف بابن سلطان، ما دام خالك عزوته ناهضية، ما دام خالك عزوته ناهضية، حنا ليوم ثار عجل ودخان، ما عاد تفرق بين عيش ومنية، أما حياة ترفع الرأس ويبان، ولا مع عزه ما وراها عطية، الحق وافي ناخذه دون نقصان، واليا عطينا ما ندور جزية، واليا عطينا ما ندور جزية، عمرنا يا عز وسطر، عمرنا عمرنا الفخار، عمرنا يا عز وسطر، عمرنا عمرنا الفخار، حنا بني عمر الدواهي لنا شان، ما هو كلام ينكتب عنصرية، يشهد لنا المطلع وذاعف ودخن، يشهد لنا التاريخ في بطن ما سويته. قوم يا جماعة الله يحييكم على اللطف، مرحبا ألف، اللطف لطف Thank you.
الله يحييكم مرحبا. حياكم مرحبا ألف. أرحب يا أبو صالح مرحبا ألف. الله يحييكم تحيه الشرق. ألحوا يا رجال ألحوا 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 يا خويان أرحب يا الله حييكم مرحبا ألف. الله يبقيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تزوجت يا سامي والله يبارك لك والله يبني بناك. ونقول لك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. قدموا لي خوياي هم اطلق مني وانا اخدمهم. جيناك يا زملائك اللي من البلدية واللي من الاصدقاء واللي من الزملاء 18000 ريال ان هي كثيرة بتستاهل يا ابو سالم وان هي قليلة بتكملها المحبة والمعزة وسلامتكم جميل. طيب الله وجيكم عطاكم موافي وانتم موافين ومرحبا الف يا اخوياي كلكم الله يحييكم. الله يبقيك. تقدم يا سامي. لا لازم تعمل ابو سالم. بيض الله وجهكم جمع الله حالكم يا خوياي. Oh,
فضل الله حيكم مرحبا لنا فضل مرحبا لنا الله حيكم عيد السنة مرحبا لنا الألوم فضل الله حيكم مرحبا لنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم القائل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ونقول للعريسين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير الضيوف الأعزاء نقول لكم مرحبا عد هل الغمام أخذ سيرها في الحروف واشتعل بارقة في مخيله لين تروي مشاريبها أيها الحضور الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب على حضوركم وتشريفكم حفلنا هذا فمرحبا بكم ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاما مثل عرف المسك طيبا وحسنا مثل أزهار الرياضي سلاما ينتشي فرحا ويهتز طربا بهذا الجمع الكريم في ضيافة قبيلة بني عمرو بمناسبة زواج الأخ سامي سالم العمري سائل الله الكريم أن يبارك له في هذا الزواج وأن يرزقه الذرية الصالحة وخير بداية لحفلنا هذا آيات عطرة من كتاب الله الكريم يتلوه عليكم الأخ عايض سعد العمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم نكرر الترحيب حللتم أهلا ووطأتم سهلا والآن كلمة لصاحب المقام وفارس هذه الليلة سامي سالم عبد الله العمري السلام عليكم مساكم الله بالخير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله العلي العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم كما أسأل الله العلي العظيم أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قائد هذه البلاد الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين ثانيا مرحبا بجميع القبائل مرحبا بجميع الحضور الله يحييكم مرحبا مليار مرحبا ألوف حياكم الله شكرا لمن شرفني شكرا لمن حضر شكرا لمن اتصل واعتذر شكرا لمن تكبد عن السفر وحضر الى هنا في الختام اسال الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والاخره
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع بعض المشاركات الشعرية والشاعر سعد مانع العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. يا الله اللي كل عبد مؤمن يطلب رضاه، يا مالك ملك السماوات والأراضي كلها، تحفظ ملكنا يا إله الكون وتطول بقاه، وآل السعود أهل الوفا اللي نعيش بظلها. يا مرحبا يا من يشرفنا وصوله من غلاه، إعداد ما تنشي صوب الغيث وارسل وبلها. بقدومكم عم الفرح من ترج لحد السراة، وش عاد لو نبقى بها يومين ولا مثلها. يقولها من جات حلوة المعاني مبتدا، يختار من جزل المعاني للرجال وجلها. السالفة لقالها يجي لها وجه وجاه، تمشي معه بالطوع من صعبة الأمور يحلها. والشعر سبك وحبك وعرف مبتداه ومنتهاه، أحسب حساب القافية لجات واللي قبلها. والمعرفة والعافية للشخص في الدنيا غنى، لكن من هو ذا يحسبها ويعرف فضلها. واختامها صلوا على خير البشر بالفيصلة، اللي صدق ودى الرسالة ولا واد مدلها. السلام عليكم. بيض الله وجهك وصح لسانك. والآن مع قصيدة والشاعر المبارك فهد العمري. مساكم الله بالخير جميعا. أبدأ بذكر الله وذكره، أبدأ بذكر الله وذكره، حظ من به بادي واسرج مهار الفكر وشارك وانا راعيها. ما لي عذر والعذر مني شيء ما هو عادي، والله على درب القدا وقت الطلب يهديها. عند الصديق اللي فعله والجمايل بادي، يعرف سلوم أهل الوفا والطيب ومباديها. بسالم اللي دون اسمه من ضمن نجوادي، واللي على درب الجمايل صح ما يخليها. بسالم اللي دون اسمه من ضمن نجوادي، واللي على درب الجمايل صح ما يخليها. بيني وبينه خوة من غير شرب وزادي، والخوة اللي عنك في اللازم نوفيها. سلام يا أهل الجود وأهل الحفل وأهل أمجادي، يا روس قوم في المواقف واجب النغليها. واثني سلام الله سلامي فوح مسكوكادي، على الرجال اللي حضور في إرضاء داعيها. من بعد مضمون التحية من يهيم بوادي، ينقال شرواكم بيوت ما جه الواديها. من هيض فكر ما بيلعب في شبوك النادي، بالمعرفة حسب الثقة في وقتها يبنيها. وأنا مكلف وافتخر واحمى حدود بلادي، جاهز وعندي قوة بتحير معاديها. والجيش والحرب يبغى له جيوش وعدة واعتادي، وأنا جيوشي ما تخيبها وتنهاقيها. لكني أبغى الحقائق ساحة وجهادي، لكني أبغى الحقائق ساحة وجهادي. والنفس مأمورة ومرزقها على وليها. واختامها صلوا إلى ذكر الرسول الهادي، إعداد من زوار بيوت الله وصلى فيها. سلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. والآن مع قصيدة للشاعر عوضة مرزن العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم كل خير. أبدأ بذكر الله الواحد رفيع الجلال، اللي جمع الخلائق قسم أرزاقها. أبدأ بذكر الله الواحد رفيع الجلال، اللي جمع الخلائق قسم أرزاقها. ذا الليل في حفل بوسامي سلم سلام سلام، حسبة نصوب هل توكانه،
باسم ابن يحيى وربعه حاضر والغياب سلام سلام يا لاب تجينا علشانها. عليكم زود. باسم ابن يحيى وربعه حاضر والغياب سلام تسليم سلام يا لاب تجينا علشانها. ربعه بن سلطان وانعم بالاسم والرجال لجا في الريع محجاها ونوشانها. ربع ابن سلطان وانعم بالاسم والرجال لو جاء في الريع محجاها ونوشانها. أنسابنا والرفاقة من قديم الزمان أنسابنا والرفاقة من قديم الزمان أنسابنا والرفاقة من قديم الزمان ولا به اللي تعنينا علي شانها. والختم صلوا على المختار زيد لنا ما دامت الشمس تنزل يم مغربها. سلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. والآن مع قصيدة شعرية مع الشاعر فهد سعيد العمري. موجود فهد؟ موجود ولا نجيب اللي بعده مباشرة؟ الآن مع قصيدة للشاعر سعد طيران القرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصائد النظم وسمعناها بنعطيكم من مسيرة. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. والكف مثل سامي معتبر لازم لا لازم لي والكف مثل سامي معتبر لازم لا لازمي يا لا 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 يا لا 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 لا. والكف مثل سامي معتبر لازم يا سلامي على ابني عمر ذا حاضر والغايبين يا سلامي على سام ابن سالم وربع يا سلامي على سام ابن سالم وضيفان عموم يا سلامي على سامي وضيفانه ربعه عموم ربعه ابني كعب والنعم يا ربع شيخ ما يقصر ابن سلطان شيخ المدح والطيب ونعم ابن سلطان شيخ المدح والطيب وانعم لا ذكر وافتخر يا ابن سالم في بني عمر ربعك عزوتك رد والترك في سود الليالي بسيف نافعي واحتموا بنت بندوشه وخلى الشريف يموت غبنا ما فعل ذا الفعول الا ولد عوده يعرف منصبه ما فعل ذا الفعول الا ولد عوده يعرف منصبه
قال شاعر من كيف بالقرن يعتز بربوعه. عليكم زود. قال شاعر من كيف بالقرن يعتز بقيوفه والكوف مثل سامي معتبر لازم لا لازمي والكوف مثل سامي معتبر لازم لا لازمي يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والكوف مثل سامي معتبر لازم. سلامتكم. بيض الله وجهك وصح لسانك. حللتم أهلا ووطعتم سهلا. مرحبا بجميع الضيوف الكرام. الآن مع التكريم لبعض الشخصيات التي تستحق التكريم من صاحب الحفل. هل سامي يجي؟ مشاركة مرحبا مليون. مشاركة من علي بن سالم العمري الله يحييه تحية المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا أودي أنها شارك بعض الشيبان شعر القدامة زي العم دخيل. أنا أقولك ما أبي أسبق على الميكروفون أحد وما دام ما قصد بشارك معكم بقصيدة. الله يحييك تحية المطر. يا مشكلة لا أنت ولا غيرك. لا 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 حنا من داعية عمري نجينا على حدود الطوارف جمعي وكافي انتمن وقرات حدود الطارفة جمعي وكافي انتمن وقرات حدود الطارفة طلبت الله تبدى خير ما نبتدي به من كلام والصلاة عن بالهدي محمد وصل يا من تصلي اللهم اني اصلي وسلم على الهدي الامين يا سلامي عليكم يا كعب يا اهل الواد المسمى ثمان اثني سلام لا لا عايض كبيرا وصغيرا واحنا وياكم في واد النخل بيننا قدر ومحبة الرافق والناس بما بيننا وبينكم حبل متين والهاويدي وبن سلطان شيوخ المهمات الكبار واحنا من داعية عمري نجينا على حدود الطوارف جمعي وكافي انتمن وقرات حدود الطارفة جمعي وكافي انتمن وقرات حدود الطارفة. طلبت الله تبدى خير ما نبتدي به من كلام ثم صلوا على محمد نبي الهدايا من تصلي
اللهم اني اصلي وسلم على العالمين. ويا سلامي عليكم يا كعب يا اهل الواد المسمى، ثمن اثني سلام لا لا عياب كبير وصغير. واحنا وياكم في واد النخل بيننا قدر ومحبه، والرافق والناسب ما بيننا وبينكم حبل متين. والهاويدي وابن سلطان شيوخ المهمات الكبار، واحنا من داعية عمري نجينا على حدود الطوارف، جمعي وكعبي انتمن وقرات حدود الطارفة، جمعي وكعبي انتمن وقرات حدود الطارفة. استاهل استاهل استاهل، بيض الله وجهه، صح لسانه. المجال مفتوح، الشباب اللي عنده مشاركة ولا شيء، المجال مفتوح للجميع. علي عبد الله الحارثي مع مشاركة، الله يحييه. السلام عليكم ورحمة الله. يا لا لا لي لا 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 يا لا 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 لا. أنت عن الكفو مثلك يا ابن سالم، واجب أن في لزومه ناصله. باسم ربي بابتدي والعلم خير، والصلاة على النبي الهادي البشير، بعدها سلام وثن السلام على كيف ابن عمر كيف المهام. سهلون على عايض من مراويس الرجال، أشهد أنهم وانعما في كل حال، وأنا من كيف لعاطف حارثي. عليكم زود. وأنا من كيف لعاطف حارثي، فالمواجب والمكارم وارثي، جاتنا الدعوة وجينا مشاركين، جاتنا الدعوة وجينا مشاركين، في فرح سامي نجيه مباركين. وان بغيت الله الله وان بغيت الله اكبر في زواج الله الله، جاتنا الدعوه وجينا مشاركين، في فرح سامي نجيه مباركين. وان دعانا الكفو مثلك يا ابن سالم، واجب ان في لزومه ناصله. سلامتكم جميع، ترى ما سويت الا ذا الحين، واعذروني يا ابو. بيض الله وجهك وصح لسانك. مشاركه مع سعيد عبد الله، الله يحييه. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. باسم شيخنا حسن بن سلطان، وباسم ربعي واسم سامي وابوه، مرحبا يا كل ضيف الفانا، ترحب الخطر الصافية. يا سلام الله وثنى السلام، يا رفيعين المقام أهل الشان، أهل عايض ونعم ساسان ورس، بعدها يا مرحبا بالضيوف، مرحبا يا مرحبا بالولوف،
مرحبا يا كل ضيف الفع عد ما لاحت بروق السمع باسم شيخنا حسن بن سلطان وباسم ربعي واسم سامي وابوه مرحبا يا كل ضيف الفانا ترحي بالخطر الصافية يا سلام الله وثنى السلام يا رفيعين المقام للشان آل عايض ونعم ساسان ورأس بعدها يا مرحبا بالضيوف مرحبا يا مرحبا بالولوف مرحبا يا كل ضيف اللفع عد ما لاحت بروق السمع باسم شيخنا حسن بن سلطان باسم ربعي واسم سامي وابوه مرحبا يا كل ضيف الفانا ترحي بالخطر الصافية صح لسانك وبيض الله وجهك ابو عبد الله شارك الان مع مبارك الشاعر مبارك فهد صوت على ايدينا يا لا 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 مرحبا بالضيوف الليلة في الحافلة من كل القبائل والتراحيب ننشرها ومن جالك ترحيبنا والتراحيب ننشرها ومن جالك ترحيبنا لا 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 مرحبا إلى عند السنة ترحيب باسم ابن عمر عند روس من ابن عمر بفعلهم قاله وطاله على عياض على الامداح والجود والراي السديد على عياض على الامداح والجود والراي السديد والله يجمل اللي جاب من بعد ما وصل الدعالة والله عيننا للخير وقت الطلاب ويدلنا مرحبا بالضيوف الليلة والحافلة من كل القبائل والتراحيب ننشرها ومن جالك ترحيبنا والتراحيب ننشرها ومن جالك ترحيبنا مرحبا إلى عند السنة ترحيب باسم ابن عمر عند روسى من ابن عمر بفعلهم طاله وقاله على عياض على الامداح والجود والراي السديد والله يجمل اللي جاب من بعد ما وصل الدعاله والله عيننا للخير وقت الطلاب ويدلنا مرحبا بالضيوف الليلة والحافلة من كل القبائل والتراحيب ننشرها ومن جالك ترحيبنا والتراحيب ننشرها ومن جالك ترحيبنا صح لسانك وبيض الله وجهك الآن مشاركة مع الشاعر وقصيدة سعد منع العمري يا
لا لا يا لا 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 نبتدي ونقول باسم الله الواحد الأحد والصلاة على محمد صلاة تصل ما نقول إلا كلاما يفيد الحاضرين عند رجال حضرنا وجينا من غلاه مرحبا يا قدم قيفان يسدون اللوازم يمنون النشر ويجملون العانية جاتنا دعوتك يا ابو سالم يوم الاحد ما نحب نطول عليكم جاتنا دعوتك يا ابو سالم يوم الاحد مثلك وشرواك حقه ولزوم الناصله من دعا فينا وجانا نقول لحاضرين والزمن لسار بارد متى يجي غلاه وكل عد راسي الا حبوس وله ما لازم وانا قلبي في لقاه الشيم والعانيه صح لسانك بيض الله وجهك والان مع قصيده والشاعر علي سالم عبد الله العمري ما الظاهر مطلوب أكثر من مرة أنت السلام عليكم أنا سويت قصيدة في أحداث صارت يمكن قبل 3 سنة ولا 4 سنة كان فيها الدواعش هذولا سووا شيء ما يسووا أحرقوا طيار وصبوا عليه بنزين وواحد انذبح ابن عمه وذاحه وجزمه صارت الدنيا كل يتمثل في هذه المشاكل تصير بين المسلمين سويت قصيدة على ضوء الأحداث هذه وقلت يا الله يا ربي انا في رجاك ولا عبدنا سواك اعذروني ترى الصوت ترى اللي جالس ترى احنا لحالي لو كان معني 5 من الشحار يا الله يا ربنا انا في رجاك ولا عبدنا سواك وكفنا الشر يا كافي وجرنا من غضبك وجفاك وانصر الدين واهل الدين والدوله وشعب ومالك وانصر الدين واهل الدين والدوله وشعب ومالك وليش يا ابن الوطن تقتل ابن عمك واخوك واباك غرروا باك وضحوا بك وباخرتك وبياه واباك وزلوا باك في الاهوال وسط النار باسفل دارك هذا ما يطلبون الرافضة يا داعش من وراك هذا ما يطلبون الرافضة يا داعش من وراك هذا حال الروافض من قديم الوقت حاضر وماضي من هو اللي في الدنيا سليم ما شكا جوراها من هو اللي في الدنيا سليم ما شكا جورا يا
يلا يا ربي إنا في رجاك ولا عبدنا سواك. اكفنا الشر يا كافي واجرنا من غضبك وجفاك. وانصر الدين واهل الدين والدولة وشعب وملك. وليش يا ابن الوطن تقتل ابن عمك واخوك واباك. غرروا باك وضحوا بك وغمرك وبياه وباك. وزلوا باك في الاهوال وسط النار بصفال دارك. هذا ما يطلبون الرافضة يا داعش من وراك. هذا حال الروافض في قديم الوقت حاضر وماضي. من هو اللي سليم المعنى الدنيا ما شيك جورا. من هو اللي في الدنيا سليم ما شيك جورا. سلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. والآن مع قصيدة والشاعر عوضة مرزن العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي قصيدة وفيها نوع غزل شوي. بدأنا بذكر الواحد الوالي المعبود عظيم الرجاء ومدبر الكون سبحانه. بدأنا بذكره وابدع القول والمردود وانا سال في عفوه ونطلب غفرانه. وانا البارحة يوم العرف في المنام رقود اهو جسم قلبي يا عرب زادت احزانه. علي صاحب بيني وبينه وفو عهود سب السهر عيني من اجله ومن شانه. عسى الله يسهل صاحبي غاية المقصود من أجله تنقيت أطيب الهرج واسمانه. لو كان بعيد أشوف كأنه معي موجود طبع في شرائح قلبي اسمه وعنوانه. لطيف الحشا والطيب رش الجعود السود زود حلاه وصورته ثقل ميزانه. سلامتك. صح لسانك وبيض الله وجهك. والآن مشاركة وقصيدة مع الشاعر محمد عبد الله سليم العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. باسمكم جميعا بارك لفارس هذه الليلة ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. سبقون الشعار مشاركات جزال. ما عدنا شعر، ما عدنا بنقول شعر، بدنا بنعطيكم سالفة، نعطيكم قصيدة علشان أبو عبود. أبو عبود يبقى نظم علشانكم وعلشان الربع اللي كبار في السن شوية. فيه يا طوال العمر رجالنا راعي إبل وراعي إبل يمشي في شانها في كل مكان. وراحوا حال على قبيلة وجلس معهم ولقي مطاليق شرواكم وشيبان وسوالف ولا عاد يبغى يرجع ديرته. وولده يدرس في الجامعة وكل ما جاء يبغى يسلم على أبوه يسلم على أمه، لا واحد في ديره والثاني في ديره. قال يا أبوي أبغاك تشد من عند هذول الربع وإني تجتمع أنت وأمي ونسلم عليكم إذا لقيت فرصة. قال الأسبوع الثاني تعالنا ويصير خير. جوه الأسبوع الثاني وقال تدري والله ما هم شادين ذا الأسبوع. ليه؟ قال يا رجال الله يكتب اللي فيه خير.
راح الولد وارسل على شايبه قصيده في الجوال. قال الولد: لا بغيت اشد من ديره عبيده، عبيده قحطان ما نعم به الحاكم، لا بغيت اشد من ديره عبيده، طلق الشايب وعيا ما يشدي، شايب يبغى يور للناس جيده، هو والله لا يجيب ولا يودي. وهو ما يقصد في كلامه يقول ما يجيب وما يودي ان ما في خير، لا بعيدا عنه، لكن قصده ان فيه سودانيين وعمال، وهو بس حق سواله. لا بغيت اشد من ديره عبيده، طلق الشايب وعيا لا يشدي، شايب يبغى يور للناس جيده، وهو والله لا يجيب ولا يودي، يودك انه من بلاده لا مسيده، وهم بغى يطرش بلاد ما يردي. سمع الشايب القصيده قال: يعقب اللي مو هنا يسبني وانا راى البل، انا راى المرجله. قال: اكتبي، لقيت بنت معها صغيره، قال: اكتبي ردي عليه. قال: في بلاد اللي سجاياهم حميده، كل ما عدت سجاياهم تعدي، عند راس الذود والطرقه سديده، والبكار اللي عليها واسم جدي، وانت باقي وديت فيده، وانت يقصد ولده، وانت باقي وديت فيده، لا تجيب يا ضعيف ولا تودي، بارك انت العم معانا في الاوغيده، وان طلبتك في لزوم ما تسدي. قال: يستاهل، الحين يا طوال العمر حنا حبينا نشارك علشان نترك فاصل بين القصيد وبين ما يتلو منها هذه المشاركات، وسلامتكم، اعذرونا على هذه المشاركه البسيطه. سلمت يا ابو فيصل وبيض الله وجهك. كان ابو عبود، الله يحييك ابو عبود، مرحبا مليون. سلام عليكم يا رجع، بدك تنزل هذا الشيء عشان يتعشى، ما بطيج انا ما قاعد. والله انا ماني بشاعر، لكن اني اتسامع قصيد الشعار، وقصيد الشعار كثيره جزل، ويعجبني القصيد الجزل واذا فيه معاني، معاني طيبة يعني يستفيد منها المجتمع. سمعت لي قصيدة من شاعر، والله ما سمى اسمه، لكن القصيدة تعبر عن نفسها، والرجال يقول: يا الله يلي ترزق الطير بوريش، بحكمتك من غير كنز تعيشه، يمشي على عود بعيد المناويش، ولا ظهر نور السفر ضف ريشه، ما عاش بالرشوة ولا بالبخاشيش، والوصلة ما لها عليها معيشة، ضمنت رزقه يا مدبر عمل هيش، يا خالقه يا رازقه يا معيشه، يا من قدم موسى من الظلم والطيش، ويا من غرقن فرعون باسمه وجيشه، يا واحد اللي حكمته ما تخليش، يسمع دبيب النمل حتى قريشه، فرج على من سار وقته مطاريش، زرت الديار المبعدات الوحيشه، ويا ما رقيت من الجبال المباريش، ويا ما وطيت من السهول العكيشه، اللي بها سحمه لفاعي مهابيش، وفيها غراب البين يبني عشيشه، تقول افتش كورت على التفتيش، وما به مكان لو رجلي تنيشه، قطعتها بين السراء والمغابيش، وعينت من الاسفاره متعه وعيشه، ماني مسكين حياته تهويش، على قريبه ما يوني نطيشه، يبحث من الزلات ويقوم ويريش، وغلطه رفيجه يعتبرها معيشه، وانا من الدنيا بعيد المناويش، وعارف من واقع زماني وعيشه، وانا برفعه راسي اموت واعيش، وبعيد من كل الدروب الغشيشة، ناس تكبر في زمننا على ويش، على النفاق اللي دروبه هشيشة، الهرج واجد والمكاسب عرميش، مثل السراب اللي يغرك رميشة، ضحضاح يسقى من مزون رشاريش، يبست عليهم الكبود العطيشة، شكوك على العالم مدله وتشويش، ازبن على محي العظام الهشيشة. سلامتكم. سلمت، صح لسانك وبيض الله وجهك. والآن مع قصيدة والشاعر فهد سعيد العمري. السلام عليكم. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا
الله من بعدها صلوا على الرسول. مرحبا مليون يا بلقرن يا شمران يا بلحارث، وافتخر بك واعتزي بك يا ابن عمي يا نسيبنا. مرحبا حيوا معانا من لفانا من دوى العلياني. مرحبا حيوا رجال الحجر بدو حزن وتهمان، وانتم يا عمرين يا كسارة الاتراك لا عدم. مرحبا حيوا رجال الحجر بدو حزن وتهمان، غمركم في المعركة يشمخ، غمركم في العز يشمخ ويسد العلم ويزيح الهم. غمركم في المعركة يشمخ، غمركم في العز يشمخ ويسد العلم ويزيح الهم. وانتم يا عمرين يا كسارة الاتراك لا عدم، اسمكم يا بني عمر هز الديار القاهر العدواني، عزوتي بالحاجة وفي الطيب صبيان العماري، عزوتي بالحاجة وفي الطيب صبيان العماري. يا لا 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 عزوتي بالحاجة. نعم بحالك يا لا 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 نسير نحضرنا غاليا من أبي له ولي مرسول، ما نخلف ولا البلاد المسقوي تبقى نصيب الحارث، ما نخلف ولا البلاد المسقوي تبقى نصيب الحارث. انحنى رجال الوطن وذكر اللي قد نسيبنا، وانحنى رجال الوطن واسم المشرف في الوطن علياني، والعدو ما هد شي وعادته اهل الوطن تهمان. الذهب علي ومالي ما هدر والخلق ما عدم، نوقف مع الحق واهل الباطل اللي هو مساء عدواني. لكن العدوان والله عندهم في البيع ماريه، لكن العدوان والله عندهم في البيع ماريه. يا لا 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 صح لسانك وبيض الله وجهك. والآن مع مشاركة والشاعر مبارك فهد العمري. القبيلة لا حق في المشاركة. بسم الله أبدأ في بيوت القصيدة، سبحانه الخالق مدبر عبيده ومسير الأفلاك، والرزق بيده علام ما في الكون محصي عددها. اللي خلقنا من عدم لا وجودي، نسرح ونمرح لين يوم الوعود، وتاليتنا كلنا في اللحود، والنفس تسأل وين روح جهادها. ثم بعد ذكر الله ذكر الرسول، واثبت مقامي في القصايد وقولي، وانخها للمعروف واهل الفعول، يقوم انت حل المعسرات ونكادها. ابني عمل اهل الكرم والمدايح، الكل منهم تاهبه الجرايح، وتشوف صف القوم هارب وطايح، قوم فيها جاي حارب ولدها. جماعتي ربعي عصابة راسي، اللي لهم تاريخ وقت قاسي، اللي غدول الترك ضرب الراسي، ينعم قوم تحتمي في بلدها. لرسلت منهم واحد في مهمة، يروح يقضي لازمك ما يهمه، يفديك من طيبه
بروحة ودم عادات معروفة وكل شهدها، ولحد منهم في الدنيا طامع يكفيهم الخنجر وسيف اللامع اللي فعوله كل رجل سامع يجملك في المعركة لا وردها. ما يهاب من ضده ولا من خصمه، لا في التواريخ القديمة بصمة، كنا من الخالق عليه العصمة والمختفي من وصفها شردها. ويدري اللي ما درى عن حاجة ما ينهرون العالم المحتاجة، واللي يدور للجميل يواجه والقوم تنخاهم وتلقى سعدها. أهل الجبل يذرون بر الثمايل وخيرهم يعم كل القبائل، من عمهم أهل الكرم والجمايل اللي يحلون الفتن من عقدها. والبدو منهم يزرعون النخيل ولا بهم حساد ولا بخيل، ويزبنون المعتزي والدخيل وكم قوم وقفوا في رصادها. والتهم منهم صيتهم في تهامة، لسل والخنجر ولف والعمامة، عدوهم ما يهتني في منامة، واللي تناحلها الصعيبة مهادها. أقولها وأنا بعلمي وافي، معادي أهل الخير شيء خافي، أنقل شرواكم قصيد صافي والمعرفة تثبت ما من شهادها. واختامها صلوا على سيد البشر، صلاة واحدة احتسبها الله عشر، للي أمر بالخير وانهى كل شر، واللي افتح مكة وقوم عمدها. سلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. والآن مشاركة مع الشاعر علي سالم عبد الله العمري. في قصيدة كانت عند خولي في بيشة، نهار قام الحرب بين الحوثيين والسعوديين في 6/6، كان أبو زميع الله يحفظه موجود، وكان من شعار الحفلة من ضمن البيوت حقته، يقول لأبو علي صالح على كل حوثي يوجع عليهم ضربة قاضية، يقول هذا كله عز الله جامع اللي كفى. فقلت يا اللي معك عقل وعينان تشوف، حنا حوالينا حروب ضروس، تحرق رجال وفيها تقطيع روس، ولا اعتبرناها واخذنا دروس، واحنا على مستورد بالفلوس، والناس يوم الغنم والغروس، واحنا على مستورد بالفلوس، متى بيصحانا يمد الدهر كله، لا زلزلت بالارض زلزالا، لا 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 حنا حوالينا حروب ضروس، تحرق رجال وفيها تقطيع روس، ولا اعتبرناها واخذنا دروس، واحنا على مستورد بالفلوس، والناس يوم الغنم والغروس، كل يقول عندي رصيد وفلوس، متى بيصحى نايم الدهر كله، لو زلزلت بالارض زلزالا. صح لسانك بيض الله وجهك. والآن مع مشاركة مع شعرية والشاعر علي عاض محمد العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بسم الولي نبدأ هو خير والي، الله ولا غيره عزيز الجلالي، أبدأ بذكره واتكل في البداية، وما خبت ما دام عليه اتكالي، من بعدها سلام يا أهل الحمية،
يا ابن عمل ربعي ويا راس مالي، انتم اهل التاريخ والمجد كله، منين ما رحتوا جنوب وشمالي، تاريخكم بين الدول يندرابه، وخص في المطلع يوم الدم سالي، جانا من الباشه جيوش كثيره، لكن ما جاله علينا مجالي، غرنا عليهم غاره واصطغاره، وخسر المعارك يوم زاد القتالي، وبين القبائل يوم جانا من دوشه، ينصى وينخى يزحوا للرجالي، قلنا احتزم يا شيخ والهم خله، حنا معك بالحال ولا بمالي، رحنا وجينا وخذنا الغنايم، خذنا الغنايم عقب خذنا المنالي، وبيرق رجال الحجر مرجع نسبنا، البيرق اللي رقاه كل عالي، ابني عمل وابني شهر اللي اعتزينا، وبالاحمر وبالاسمر اهل الفعالي، وبلادنا بارواحنا نفتديها، وبلادنا بارواحنا نفتديها، ولا حد عن داره اليوم سالي، من حد حرفه الى حد ابن حشبل، من حد حرفه الى حد ابن هشبل، هذه حدود الدار جنوب وشمالي، ومن حد ومن البحر الاحمر الى حد بيشه، غربا وشرقا بلي اختلالي، وختامها صلوا على رسول الله محمد العدنان محمد، وختامها صلوا على رسول الله محمد الهادي ناس العدناني. سلامتك. صح لسانك بيض الله وجهك. نكرر الترحيب، حللتم اهلا ووطأتم سهلا، والان مع التكريم لبعض الشخصيات التي تستحق التكريم من صاحب الشان. اولا النائب حسن بن سلطان العمري، اذا في احد ياخذها نيابه عنه، محمد عبد الله سليم. العم سالم بن عبد الله عايض العمري. العم سعد سعيد عايض العمري، استلمها عنه احدى شباب سلطان. وأيضا خوال العريس محمد سالم عبد الله العمري، وعلي سالم عبد الله العمري، وسعيد سالم عبد الله العمري. السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد سعد رازح العمري، الرائد محمد دخيل مشعال العمري، وعبد الله دخيل مشعال العمري. الشاعر مبارك فهد العمري، العم سلطان بن عبد الله العمري، عفوا الحارثي، كذب منه وفينا، عاد نحسبه منه وفينا ما يحتاج.
الشاعر علي عبد الله الحارثي وحبيب عبد الله الحارثي وحي الله علي. والشاعر سعد طيران القرني. الشاعر عوضة مرزن العمري. محمد حزام سعد العمري. من المشاركين سعيد عبد الله محمد العمري. الشاعر سعد مانع العمري. الشاعر محمد عبود العمري. والشاعر فهد سعيد العمري. ومشاركة أيضا كذلك الشاعر علي عايض محمد عويض العمري. تكريم للأخ سعود سعد القرني والأخ خالد عرفة القرني والأخ عبد الرحمن سارح القرني. فيه هدية خاصة من الأخ سعيد سعد رازح العمري لفارس هذه الليلة، عبارة عن درع بيض الله وجهك يا أبو يزيد يستاهل المعرس. هدية خاصة من سالم محمد عبود العمري لفارس هذه الليلة سامي يستاهل والله. سيف ودرع طقم كامل بيض الله وجهه. ضيوفنا الكرام، أما الآن مع شيلة من كلمات الشاعر المبارك فهد العمري أداء مسفر علي الحلابي. مرحبا بالضيوف الكرام، عند من يكرمون الضيوف، ولا عايض زحوا للقبيلة ذي توفي توفي مواجبها. يا لا 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 لا
La 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 la
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ألف مبروك للعريس سامي العمري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهما بخير وأن يبارك لهما وأن يرزقه إن شاء الله الذرية الصالحة النقية التقية. وألف مبروك والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. نقول للعريسين بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير. الله يوفقك يا سامي ويرزقك بالذرية الصالحة ويسر لك الحياة الزوجية، مع تمنياتي لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميع، وأحب أبارك لأخوي سامي في زواجه، والله يوفقه ويبارك له إن شاء الله وحياة سعيدة بمشيئة الله. ألف مبروك للأخ سامي العمري، وصلى الله أن يوفقه ويسعده في حياته، وأخوك سعود بن سعد القرني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول للابن سامي ألف ألف مبروك، والله يبني بيتك ويجعله بيت الصيب والنصيب، ومن طيبك حضر والناس كلهم عندك، أنت لو من طيب ويديك طويلة ما جاك الوفود الغفيرة هذه كلهم، فشكرا لك وبالتوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للمعرس وألف مبروك، والله يوفقه إن شاء الله ويرزقه الذرية الصالحة ويبارك له في المال والرجاء، وألف ألف مبروك يا أبو سالم. نقول العريس هذه الليلة بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، ألف مبروك يا أبو سالم، اللهم ارزقه الذرية الصالحة ووفقنا على كل شيء قدير، وشكرا. نبارك للعريس ونقول له ألف ألف مبروك، ونسأل الله له الحياة السعيدة. أقول الله يوفقه إن شاء الله بالذرية الصالحة، والله يبارك لهم بهذا الزواج. أبو سالم قلت في أبيات واجد، من ضمنها أقول بسالم اللي دون اسمه من ضمن الأجوادي، بسالم اللي دون اسمه من ضمن الأجوادي، واللي على درب الجمايل صح ما يخليها، بيني وبين أخوة من غير شرب وزادي، والخوة اللي عنق لازم نوفيها. الله يوفقه إن شاء الله ويرزقه بالذرية الصالحة. أسأل الله يرزقه الذرية الصالحة ويجعله بيت الصيب ونصيب بإذن الله. الله يمسيك بالخير يا أبو سالم، والله يوفقك ويبني بيتك ويسر لك أمورك كلها ويرزقك الولد الصالح بإذن الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه المناسبة الغالية علينا نهني ابن الخال بمناسبة زواجه، فنقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم بخير،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الذرية الطيبة الصالحة النافعة التي تكون لها شان عظيم، ونتمنى له حياة سعيدة. وإلى اللقاء، معكم أخوكم عايض سعد العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يوفق المتزوج وأن يوفق في حياته الزوجية، ونقول له ألف ألف مبروك يا أبو سالم، ونقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما جمعكم في خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ألف ألف مبروك يا سامي، والله يبارك لك ويوفقك في حياتك الزوجية، وإن شاء الله يوفقك ربي. وهذا إن دل على شيء، دل على أنك وافي يا سامي. حضرنا طال عمرك من وفاك ومن غلاك، وتعنينا الطرق لأجلك يا سامي، والله يبيض وجهك ويجمل حالك، وألف ألف ألف مبروك وسلامتك. وأترك الميكروفون لخوي عايض. نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. والله يوفق أبو سالم، والله يصلح النية والذرية، ورايحين ومتعنين لأجل خاطر عين تكرم مدينة، وأنت تستاهل. والله يوفق وأنا أخوك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك يا أبو سالم الزواج، والله يوفقك من بيتك إن شاء الله، ما تشر يا أبو سالم. يستاهل أبو سالم، والله يوفقه يا ابني بيته، والله ييسر أمره إن شاء الله وللأمام إن شاء الله. ألف ألف مبروك يا أبو سالم، والله يا ابني بيتك، والله يصلح لك المال والذرية وعقبالك الثانية إن شاء الله. أولاً الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. ونقول أبو سالم ألف مبروك، واتمنى لك الحياة السعيدة. في البداية نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبارك العريس، فنقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أسعد اللحظات نشوف الأخ سامي يعني في فرح وسرور، والفرح هذا كان يعني بداية زواج له، فمن أسعد الأيام وأسعد اللحظات أن نشوف أخونا سامي يعني يفرح ويسعد ويبني بيته، الله يتمم له بخير، والله يسعده ويرزقه ذرية الصالحة. مساكم الله بالخير في هذه المناسبة الجميلة، نهني الأخ سامي سالم عبد الله بهذه المناسبة، ونتمنى له كل خير، ونقول له كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بهذه المناسبة صراحة وبحضور الجمع الغفير من الزملاء ومن الأخوان نحييه تحية كبيرة، و نبارك له مباركة جميلة. وصراحة أنا عندي مشاركة وكانت قصيدة، لكن للأسف أني ما جبتها، في عذرنا إنما قلناها، وألف مبروك ويستاهل أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للعريس سامي بن سالم، وألف ألف مبروك، وأسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، و أقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمعهما في خير، وصلى الله على محمد. بسم الله والحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للأخ والنسيب وابن العم سامي بن سالم العمري، وأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك اللهم لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير. أدعو الله لك التوفيق والسداد في حياتك الزوجية، وأنت رجال فيك خير وطيب وفيك حسن نية، والله يوفقك إن شاء الله دنيا وآخرة، وأتمنى لكم زواجا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أبارك لأخي، والله يوفقه بهذا الزواج ويهنيه ويسر حياته الزوجية بإذن الله. حبيت أبارك له وأدعو له بالتوفيق بإذن الله، وأشكر كل من حضر.
وأدعو لهم بالتوفيق، أسأل الله أن يوفقهم والله يحييهم بيضان وجيه وما قصروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على هذا على هذا الحفل وعلى هذه المشاركة من الجميع. شكرا لمن واصلني باتصال، وكل من اعتذر وكل من تكبد عناء السفر فلهم مني الشكر ولهم مني الاحترام، والله يكثر خيرهم وبيض وجيههم ويجمل حالهم. شكرا للجميع، شكرا من ساعدني، شكرا لمن اتصل، شكرا لكل شخص وقف معي في حفلتي. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين، الشكر لله، أسأل الله العزيز الحكيم أن الله يبارك لهذا الودي في زواجه ويمتعه بالعافية والصحة ويرزقه بالذرية الصالحة، والحمد لله رب العالمين، والشكر لله، وبيض الله وجه من حضر، والله يكثر خيركم ويرحم والديكم.